اهلا احبائنا مشاهدينا. كيف نقترب الى الله؟ كل الديانات تدور وتتمحور حول شرائع وعقائد وطقوس وفرائض وتحاول ان تقود الانسان الى الله. اما المسيحيه فتختلف عن سائر الاديان فالمسيحيه هي ديانه طبعا ومش بس ديانه هي حياه من خلال حياه المسيح. فالمسيحيه تتمحور حول شخص حي الرب يسوع الحي المقام من بين الاموات، القادر على كل شيء، يقدر ان يغير وان يحرر الانسان، يقدر ان يكتب الاسماء في سفر الحياه وايضا المسيحيه احبائي هي يعني تعلم أن الخلاص هي مبادرة إلهية مش الإنسان بيسعى نحو الخلاص ولكن الله هو الذي أخذ زمام المبادرة فالمسيحية تنادي بكل بساطة أن إله الكتاب المقدس هو الإله الحقيقي الوحيد لا شريك له ولا توجد أي آلهة أخرى أمامه والمسيحية تنادي ان الكتاب المقدس هو كلمة الله الحية الموحى بها، ولا يوجد اي دستور اخر او اي مرجع اخر الا الكتاب المقدس. ثم المسيحية تنادي ان المسيح هو الطريق الوحيد للخلاص، هو الطريق الوحيد الى السماء وهو الطريق الوحيد الى الحياة الأبدية وهذا ما يميز المسيحية عن سائر الأديان فكل الأديان من كلمة دين ريليجيو من اللغة اللاتينية الأصلية هو ما يربط الشخص في قوة عليا فدائما كل الأديان تحاول أن تربط الإنسان في قوة عليا الله إما عن طريق الجهاد والعمل والمكافحه عن طريق الصوم والصلاه وعن طريق الاعمال ولكن الله قدوس كيف نصل اليه وكيف نستطيع ان نرضيه وكيف للانسان المحدود ان يرضي الله الغير محدود باعمال صالحه لذلك احبائي فالمسيحيه تنادي ان الخلاص هو مبادرة إلهية. ابقوا معي سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل. اهلا احبائنا مشاهدينا السؤال كيف نقترب الى الله وبعد قليل ساقرا بعض الايات من كلمه الكتاب المقدس او خليني ابتدي في الاول بالقراءه من كلمه الله من الكتاب المقدس مكتوب في ايه ستة يعقوب أربعة ايه ستة ولكنه يعطي نعمة أعظم لذلك يقول: يقاوم الله المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة فاخضعوا لله قاوموا إبليس فيهرب منكم اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم نقوا أيديكم أيها الخطاة وطهروا قلوبكم يا ذوي الرايين اقتربوا الى الله فيقترب اليكم فالسؤال كيف نقترب الى الله احبائي لقد خلق الله الانسان على صورته ليكون في علاقه معنا لنكون تاج خليقته ونكون لذته خلقنا لمجده ولنسبح اسمه العظيم ولكن الماساه الكبرى ان الخطيه دخلت الى العالم من خلال ادم واخطات البشريه في ادم فالخطيه دخلت شوهت كل شيء لوثت كل الانسان نفسا وجسدا بل تفشت الخطيه واستشرت في كل نواحي الحياه حتى اصبح كل تصورات وكل فكر الانسان انما هو شرير من اجل هذا في البدايه اخذ الله المبادره لخلاص الانسان اخذ هذه المبادره طبعا من اجل اسمه ومن اجل محبته للجنس البشري وذلك عن طريق الذبيحه الدمويه، فالله البس ادم وحواء اقمصه من جلد تقدم هذه الذبائح الدمويه بالايمان لنوال الغفران ولستر وتغطيه الخطيه ولتجهز الانسان بالايمان يوما ما لما سيحدث ليسوع المسيح بموت الكفار البديل على الصليب من أجل الجنس البشري ويسمى هذا الدم دم كريم دم ثمين مش بس ليكفر ولكن ليزيل تأثير الخطية وليزيل الغضب الإلهي لأن غضب الله معلن على خطية الإنسان من البداية مكتوب عن الله انه رفض ذبيحة قايين وقبل ذبيحة هابيل وطبعا لانه حياة النفس هي في الدم فالدم هو اللي بيعطي الاكسجين لكل الجسم ونفس الله في الانسان فاذا الحياة في الدم لقد جاء المسيح بعدما عجز الناموس عن خلاص الانسان جاء المسيح بعد ما عجز الانبياء لتخليص الانسان وعجز الناس بكل المحاولات عن طريق الذبائح عن طريق البر الذاتي عن طريق الصدقات والحسنات والصوم عن طريق الاعمال ولكن كم من الاعمال تستطيع ان ترضي الاله القدوس لانه مكتوب أجرة الخطية هي موت وليست أعمال صالحة أجرة الخطية هي موت وأما هبة الله فهي حياة أبدية في المسيح يسوع ربنا فإذا بموت المسيح صار لنا الدخول وصار لنا القبول وصار لنا الفداء الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا ونلنا الحياه الابديه اصبح لنا الثقه ان نتقدم الى عرش النعمه اصبح لنا الثقه ان نتقرب الى يسوع المسيح والسؤال احبائي كيف نقترب الى المسيح اولا احبائي نقترب الى يسوع المسيح عن طريق قبول المسيح عن طريق تسليم الحياه والكيان الى يسوع المسيح الذي قال عن نفسه انا هو الطريق والحق والحياه ليس احد ياتي الى الاب الا بي وايضا مكتوب وليس باحد غيره الخلاص لان ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. فاذا عن طريق قبولنا ليسوع المسيح وذلك عن طريق الولاده من فوق، الولاده الثانيه، الولاده الروحيه، الولاده من الروح القدس او الولاده بعمل الروح القدس، الولاده الروحيه. عندها نصبح خليقه جديده كما يقول كتاب اذا ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده الاشياء العتيقه قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا ونصبح اولاد وبنات للرب مكتوب في يوحنا الاصحاح الاول والايه 12 والايه 13 مكتوب واما كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصير اولاد الله اي المؤمنون باسمه ويواصل في الايه يقول الذين ولدوا من الله الولاده الروحيه الولاده من فوق ثم يقول الكتاب المقدس فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيها نحن نقبل المسيح ونسلك كما سلك ذاك رسالة يوحنا الأولى أصحاح 2 والآية 6 وهنا هذه الآية أحبائي في كولوسي أصحاح 2 والآية 6 ألاحظ يقول الكتاب نقترب إلى الرب مكتوب اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم نقوا أيديكم أيها الخطاط وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين فإذا نقترب إلى الله أولا عن طريق الخضوع لله ثانية عن طريق مقاومة إبليس قاوموا إبليس فيهرب منكم ثالثا عن طريق الاقتراب إلى الله ثم عن طريق تطهير قلوبنا أن ننقي أيدينا وأن ننقي قلوبنا أي أن نعيش بالطهارة الكاملة فالسؤال مرة تاني كيف نقترب واسمحوا لي أن أتكلم عن بعض النقاط كما قلت أن الله اقترب للإنسان عن طريقة ذبيحة المسيح عن طريق الأضحية لأنه لا يمكن يعني ذبائح من عجول وتيوس وخرفان أن تكفر عن الانسان فالذبيحه في العهد القديم كانت تقدم اي ان الذي يقدم الذبيحه يضع يده على راس الذبيحه وينظر بالايمان مستقبلا الى ذبيحه المسيح وكان الخطيه انتقلت الى الذبيحه ومن خلال الدم المسفوك يتطهر الذي يرش فيتطهر من الخطيه وهذه خطوه ايمان مستقبلا لما سيفعله يسوع المسيح وبما ان المسيح طهر خطايانا وقدم نفسه ذبيحه وقربانا مات موتا بديليا عن الانسان ومات كفاره سترا وغطاء ليوفي المطالب والعداله الالهيه ولكي يكفر عن خطيه الانسان وعن كل خطايا البشريه بالايمان نستطيع ان نتقدم الى يسوع المسيح بما فعله هو من اجلنا وعندما نقبل يسوع المسيح ربا ومخلصا على حياتنا فاذا نستطيع ان نقترب الى الله. فاسمحوا لي ان اسرد بعض النقاط السريعه. اولا كيف نقترب؟ نقترب الى الله عن طريق التوبه، التوبه تعني تغيير الفكر والرجوع الى الله. هذا الرجوع اي تغيير الفكر واتجاه الحياه ومسلك الحياه. التوبه والاعتراف بخطايانا يوميا. لانه مكتوب إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يطهرنا من كل خطية فهو يعني نقترب إلى الرب عن طريق الاعتراف والتوبة إلى يسوع المسيح مكتوب ذبائح الله هي روح منكسرة القلب المنكسر والمنصحق يا الله لا تحتقره لهذا قال يعقوب: نقوا ايديكم، اي اغتسل من الخطيه. ثم شيء ثاني، نقترب الى الله عن طريق القداسه والطهاره ايضا، مكتوب: اتبعوا السلام مع الجميع، والقداسه التي بدونها لن يرى احد الرب، لا تستطيع ان تدنو، لا تستطيع ان تقترب، لا تستطيع ان ترى الرب. عبرانيين 12 والايه 14 في مزمور في العهد القديم مزمور 24 سال المرنم من يصعد الى جبل الرب؟ جبل الرب يعني مكان الهيكل، مكان العباده، مكان حضور الله، من يصعد الى جبل الرب؟ ومن يقوم في موضع قدسه يكمل قائلا الطاهر اليدين والنقي القلب مزمور 24 ايه 3 وايه 4 لهذا قال يسوع المسيح طوبى للانقياء القلب لانهم يعاينون الله يستطيعوا ان يروا الله طبعا بالايمان شيء ثالث كيف نقترب إلى الله نقترب إلى الله عن طريق دم المسيح نقترب إلى الله عن طريق كفاية ذبيحة دم يسوع المسيح من أجل كل البشرية مكتوب فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع عبرانيين 19 اسف اصحاح 10 والايه 19 مكتوب ايضا في افسس 2 13 ولكن الان في المسيح يسوع انتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح نقترب عن طريق دم المسيح عن طريق الذبيحة شيء رابع كيف نقترب إلى الله نقترب إلى الله عن طريق الإيمان الإيمان مكتوب ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود موجود وأنه يكافئ وانه يجازي الذين يطلبونه عبرانيين اصحاح 11 والايه سته ثم يقول في الرساله الى العبرانيين فلنتقدم بثقه الى عرش النعمه لكي ننال رحمه ونجد عونا ونجد نعمه اسف عونا في حينه احبائي ان التقرب الى يسوع المسيح ينبغي ان يكون عن طريق الايمان بدون ايمان استحالي مستحيل انك تتقرب او ترضي الله مكتوب لنتقدم بقلب صادق في يقين الايمان مرشوش قلوبنا من ضمير شرير ومغتسل أجسادنا بماء نقي عبرانيين عشرة وآية 22 لاحظ نتقدم بإيمان وبقلب طاهر وصادق أيضا وضمير مغتسل طاهر خالي من العيوب خالي من الإحساس بالذنب لأن المسيح طهر خطايانا وغسلنا ب الكامل. شيء خامس كيف نقترب الى الله؟ نقترب الى الله او نتقدم الى يسوع المسيح الشفيع الحي مكتوب فمن ثم يقدر ان يخلص ايضا الى التمام الذين يتقدمون او يقتربون به الى الله اذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم عبرانيين سبعه ايه خمسه وعشرين اسمحوا لي اقرا من رساله يوحنا الاولى اصحاح اثنين يوحنا الاولى اصحاح اثنين من الايه الاولى يا اولادي اكتب اليكم هذا لكي لا تخطئوا وان اخطا احد فلنا شفيع عند الاب يسوع المسيح البار وهو كفاره لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم ايضا كل العالم ايضا تعرفوا الشيء المحزن في العهد القديم واقتبسها الرب يسوع في العهد القديم في اشعياء في اشعياء نبي اشعياء اصحاح 29 والايه 13 مكتوب: لان هذا الشعب قد اقترب الي بفمه واكرمني بشفتيه واما قلبه فابعده عني يا للخساره عم بحاول يكرم الله بس مجرد كلمات روتينية برددها على لسانه ولكن قلبه فاسد وبعيد كل البعد عن الرب. ثم كيف اقترب الى الله؟ اقترب احبائي بتقدم أه بتواضع اتقدم بتواضع بروح منكسرة لانه مكتوب يقاوم الله المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة اسمع ما يقول النبي إشعياء في العهد القديم إصحاح 57 والآية 15 لأنه هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه في الموضع المرتفع المقدس أسكن ومع المنصحق والمتواضع الروح لأحيي قلب المنصحقين واحدة من أهم الأسئلة اللي سألها النبي ميخا في إصحاح ستة بما أتقدم إلى الرب وأنحني للإله العلي خلوني أقرأ هذه الآيات لأنه بحب أقرأ كل السياق الحديث مكتوب في آية ستة إصحاح ستة من نبوه ميخا بما اتقدم الى الرب وانحني للاله العلي هل اتقدم بمحرقات بعجول ابناء سنه هل يسر الرب بالوف الكباش بربوات انهار زيت هل اعطي تصور حتى بيوصل وضع هل اعطي بكري عن معصيتي ثمره جسدي عن خطيه نفسي اسمع ما يطلب الرب قد اخبرك ايها الانسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب الا ان تصنع الحق وتحب الرحمه وتسلك متواضعا مع الهك اتقدم بتواضع وبروح منكسرة. هذه الكلمات احبائي قيلت طبعا يعني لشعب اسرائيل وكانه الله بيتكلم هون كقاضي ويعني اللي بيقدم دعوه على اسرائيل او ضد اسرائيل بسبب انه عم بيجوا للرب بذبائح ولكن بدون ايمان. عم بيعطوا الزيت ولكن يعني مجرد من الخارج وعم بيتكلموا عن عبادة عن ديانة وأشكال مظاهر التدين الخارجي فصدمهم يقول بما أتقدم هل بآلاف المحرقات فطبعا الجواب طبعا الله قدوس ويرى القلب أحباء اسمع ما يقول النبي هوشع أيضا وقالها لشعب إسرائيل الغير تائب بدي تنتبه للكلمات قال إني أريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الله أكثر من محرقات من اللي بيتكلم هون الله أريد رحمة لا ذبيحة معرفه الله اكثر من محرقات. قال يسوع اسمع نفس صدى الصوت فاذهبوا وتعلموا من الايه اللي ذكرتها فاذهبوا وتعلموا ما هو اني اريد رحمه لا ذبيحه. ملاحظ الكلام من اللي بيتكلم؟ الله في العهد القديم يسوع بيتكلم هنا كالله وعادة بيسألونا وين المسيح قال أنا الله هاي آية اللي بتبرهن إنه يسوع الله بيتكلم يقول تعلموا أريد آه أريد ذبيحة أو أريد رحمة لا ذبيحة يتكلم كالله لأني بكمل لم آت لأدعو أبرارا بل خطاطا إلى التوبة إنجيل متى إصحاح تسعة والآية 12 والآية 13 تعرف واحدة من الآيات الجميلة اللي قالها آساف المرنم آساف في مزمور 73 قال أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي وقال هذه العبارة عن اختبار من بعد ما اتمرمر حياته وتزمر على الله اخيرا دخل الى مقادس الله مكان حضور الله وبعدين وضع كل اختبار حياته في جمله واحده قالها اما انا فالاقتراب الى الله حسن لي يعني افضل ان اقترب الى الله احبائي ساواصل حديثي بعد هذا الفاصل القصير أهلاً أحبائنا مشاهدينا مرة ثانية. السؤال كيف أقترب إلى الله؟ الله اقترب إلينا من خلال يسوع المسيح. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان. وبغيره لم يكن شيء مما كان، فيه كانت الحياه، والحياه كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمه، والظلمه لم تدركه، والكلمه صار جسدا، وحل بيننا، وراينا مجده مجدا كما لوحيد من الاب مملوءا نعمه وحقا. عظيم وبالاجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر بالجسد يعني اقترب الى الانسان اتصار انسانا كاملا بلا خطيه لكي يفدي الانسان ويكفر عن خطيه الانسان ولانه انسان كامل فاستطاع ان يكفر عن خطيه الانسان لانه حمل الله بلا عيب كما قال عنه رسول بطرس افتديتم لا باشياء تفنى بفضه او ذهب من سيرتكم الباطله التي تقلدتموها من الاباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح لاحظ معروفا سابقا قبل تأسيس العالم الذي بروح أزلي قدم نفسه يا للعظمة شكرًا يا رب شكرًا يا رب إحنا نعترف بهذا الجميل ونشكرك إنك أنت اللي أخذت جسد إنسان وتواضعت ومت على الصليب حتى تخلص الإنسان ما أعظمك ما أمجدك ما أكرمك يا رب لهذا السبب احبائي احنا بنتكلم عن حضور الله فلا تستهتر بحضور الله يعني بكلمات اخرى لا تقترب الى الله باستهتار او بسخافه او بكلام يعني هجومي على الله بتعرفوا في العهد القديم الشيء العجيب والغريب انه هارون اخو موسى كان يعتبر واحد من اقدس الشخصيات يكفي ان نقول هو رئيس الكهنه تخيل معي اولاده اولاد هارون رئيس الكهنه دخلوا باستهتار الى حضور الرب الى مكان الرب اقتربوا مثل نداب اولاد هارون نداب وابيه مكتوب أماتهما يعني الرب ضربهم بالنار أكلتهم النار أماتهما الرب لأنهما قربا نار غريبة أمام الرب هذه القصة موجودة في لويين إصحاح عشر من الآية الأولى حتى آية سبعة شيء ثاني لا تقترب إلى الرب وتوجد خطية غير معترف فيها مزمور 66 آية 18 إن راعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب ثم لا تقترب إلى الله بمجرد فمك ومظاهر وأشكال مظاهر التدين الخارجي فالله يرى القلب ويرى النية ويرى الدوافع فإذا لا تأتي إلى الرب بمظاهر وأشكال التدين بل تعال إلى الرب من كل قلبك تقدم بمخافه ورهبه واحترام تقدم بتواضع وايمان تقدم على حساب ما فعله يسوع المسيح مكتوب لان الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمه هو الذي اشرق في قلوبنا لاناره معرفه مجد الله في وجه يسوع المسيح انظر بالايمان الى وجه يسوع المسيح مكتوب في يوحنا 3:36 الذي يؤمن بالابن له حياه ابديه والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياه بل يمكث عليه غضب الله فاذا احبائي مكتوب حتى وانت جاي للرب وبتقدم حتى قربان مكتوب اترك قربانك قدام المذبح اذهب اولا واصطلح مع اخيك وحينئذ تعال اقدم قربانك فاذا هذا مهم جدا احبائي لانه لا يقدر احد ان يقبل الي ان لم يجتذبه الاب ولكن المسيح قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجاً خليني أخذ مكالمة معنى مكالمة من يوستينا من شمال أفريقيا أهلا وسهلا أخت يوستينا أهلا فيك حضرة القسيسة يحميك ويباركك ربنا يباركك أهلا بس عل صوتك شوي قلت لك ربنا يحميك ويباركك حضرة القسيس ويباركك ويباركك أيضا شكرا موضوع اليوم حلو شيق رب يحميكم يباركك الطريق الوحيد للصلح مع الله فداء المسيح ودمه الذي يكفر عن خطايانا يعني. امين افسس سبعة واحد الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته المجد المجد لإسمه أمين أفسس واحد يكون سبعة نعم يكون من الرائع أن نعلن ثقتنا في فداء المسيح ودمه المسفوك لأجلنا على الصليب لأنه الطريق للصلح مع الله الطريق الوحيد أمين. دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية يوحنا الأولى سبعة واحد واحد سبعة نعم. الإيمان بالمسيح فاديا يدخل إلى الحياة وهو يغيرنا من الداخل كما يقول في كورنيتوس الثانية خمسة ثمنتاش العفو خمسة ثمنتاش قال إذا نعم نعم إذا إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. يعني الرب يسوع المسيح يجددنا من الداخل. كما تقول الترنيمة اصنعني. أيها الفخار العظيم اصنعني. لأصير حسب مشيئتك يا رب يسوع استخدمنا لنصير حسب مشيئتك لا أمين. حسب مشيئتنا نحن لأنه مشيئتنا دائما غلط الإنسان خاطئ نرجو مشيئة الله أمين. آمين آمين يا أخت يوستينا شكرا كثير كثير صوت من شمال أفريقيا ربنا يباركك وفعلا ربنا يستخدمك ويحميك كمان ربنا يكون معك خليني ارجع اكرر هذا السؤال مره اخرى كيف اقترب الى الله وهذا الجزء من الحلقه بدي يكون يعني اقترب بشكل احنا بنتكلم حاليا بشكل عملي اولا استطيع ان اقترب الى الله عن طريق الصلاه الصلاه اليوميه فالصلاة أن تدخل إلى المخدع وتصلي وتكون في علاقة مع الآب وهذه الصلاة بالروح القدس مش مهم المكان أو الزمان المهم أن الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجد له طبعا إحنا كل يوم لازم نصلي مكتوب صلوا بلا انقطاع ما فيش يعني بالمسيحيه صلاه فرائض احيانا الكنايس بتنظم توقيت للصلاه وانواع الصلاه ولكن بالمسيحيه مكتوب يعني صلوا بلا انقطاع صلوا ولا يمل صلوا كل حين ولا يمل مواظبين على الصلاه وهكذا بتتكلم عن حياه الصلاه بشكل يومي نبتدي نصلي انه نشكر الله على يوم جديد، نشكر الله على امور كثيره في حياتنا، صلوات شكر، صلوات تشفع ثم صلوات طلبات. شيء ثاني، اقترب الى الله عن طريق الكلمه، كلما قرات بالكلمه كلما عرفت صاحب هذا الكلام. اتشبه به اعرفه اكثر. ف قراءه الكتاب المقدس هي الغذاء الروحي اليومي كما ان الجسد يتغذى على الطعام الجسدي يوميا فالروح تتغذى على الطعام الروحي يوميا اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياه الابديه ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله فاذا انا اقرا الكلمه يوميا اتامل بها ادرسها اتعمق بها احفظها اتمسك فيها استخدمها الاصغاء للكلمه الكلمه النبويه اللي الرسول بطرس مش بس يتكلم عن اختبار عظيم حدث على جبل المقدس جبل التجلي ولكن اعتمد على الكلمة النبوية وهي أثبت تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها الكلمة النبوية الكلمة النبوية فيها مواعيد فنثق بمواعيد الرب شيء ثالث كيف أقترب إلى الله ينبغي أن أقطع كل علاقه بالماضي، كل شيء لا يمجد الله فالماضي احباء كثير مرات بحاول يجرنا للوراء وبحاول يمسكنا ويشعرنا بالذنوب والخطايا ولكن اعمل قطع للماضي واسلك في القداسه العمليه بشكل يومي لان الله لم يدعنا للنجاسه بل في القداسه هذه هي اراده الله قداستكم تسالونيكي الاولى اصحاح اربعه ايه ثلاثه وايه سبعه ثم شيء مهم جدا انضم الى مجموعه مؤمنين في كنيسه محليه بانتظام يعني جرب تروح على الكنيسه بانتظام في عبرانيين إصحاح عشرة مكتوب ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة بل بالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب في الكنيسة احنا بنبني أحدنا الآخر فيها الشركة المسيحية في الكنيسة نبنى روحيا ونسبح ونعبد الله احبائي وفي الكنيسه نحن نقترب الى مائده الرب العشاء الرباني لان الكتاب يقول وكلما اكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه الكاس تخبرون بموت الرب الى ان يجيء فاجتماعنا مع بعض هو نبر ونعز بعضنا بعض ان الرب قريب الرب جاي عن قريب شيء خامس تشجيع خامس بالاقتراب الى الرب مكتوب ولكن انمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح له المجد الآن وإلى إلى يوم الدهر آمين بطرس الثاني صح ثلاثة والآية 18 محتاجين النمو الروحي بالنعمة والمعرفة يوميا أتقرب من الرب يسوع حتى أقترب منه أحس بنفسه دقات قلبه وأتشبه بشخصه المبارك شيء آخر تعلم حياة الثقة بيسوع اعتمد على الرب يومياً لا تعتمد على ما يقول الناس لا تعتمد على الظروف ولا تعتمد حتى على خدام خدام الرب اعتمد على الرب ثق في مواعيد الرب. شيء سابع امتلئ من الروح القدس يوميا مكتوب ولا تسكر بالخمر الذي فيه الخلاعه بل امتلئوا يعني استمر في هذا الملء بشكل يومي، امتلئوا بالروح. عندما نمتلئ من الروح نستطيع ان نستخدم سيف الروح الذي هو كلمه الله. نصلي بالروح، نتكلم بالروح، نقاد بالروح، بصير عندنا التمييز الروحي والمعرفه الروحيه والحس الروحي والمواهب الروحيه وثمر الروح القدس في حياتنا، شيء اخر اقترب عن طريق العباده والتسبيح، نحن نجتمع لكي نعبد ونسبح الرب يوميا، شيء اخر تستطيع ان تقترب الى الله عندما تعلن مكتوب بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعضكم لبعض اظهر هذه المحبه للعالم ولكل من حولك عيش هذه المحبه هذه المحبه هي التي تلمس هي التي تشفي وهي التي تخلص وهذه المحبه هي لغه يستطيع كل البشر ان يفهمها شيء اخر احبائي اعمل انشغل في الرب اشهد يومياً اخدم كون بركة كون انجيل خامس يعني خلي الناس تشوف انجيل مسموع مقروء مشاهد من خلال حياتك انت ابقوا معي حتى اختم الحلقة بعد هذا الفاصل القصير أهلاً أحبائنا مشاهدينا، كيف أقترب إلى الله؟ مكتوب اقتربوا إلي فاقترب إليكم. اقتربوا إلى الله فايه الوعد؟ فيقترب إليكم. عندما تقترب إلى الله يقودك إلى كل الحق ومش بس يقودك يقويك. يسدد احتياجاتك ومش بس عندما تقترب إلى الله يريك أمور آتية عندما تقترب إلى الله تستطيع أن تفهم أمور كثيرة لأنك أقرب إلى الله ولكن إذا كنا كما قيل في العهد القديم أبعد عنا قالوا لله أبعد عنا لأننا بمعرفة طرقك لا نصر فالله يتركنا لانه في حريه الله لا يرغمنا ولا يجبرنا ولكن يدعوك للاقتراب قال قد جعلت قدامك الحياه والموت البركه واللعنه بس نصيحتي الله يقول اختر الحياه لكي تحيا انت ونسلك من بعدك اقتربوا الى الله حتى يقترب اليكم مكتوب أحبائي في أرميه 29: فتدعونني وتذهبون وتصلون إليّ فأسمع لكم وتطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم فأوجد لكم يقول الرب. أحبائي الله لا يرفض أي إنسان. يقترب إليه باتضاع وبانكسار مكتوب أيضا الله لا يحتقر مرذلة المسكين على فكرة الاقتراب هو علاقة المحبة الحميمية بالله فمثلا في العهد القديم الاقتراب إلى محضر الله يعني هذا مرتبط كان بالكهنة واللويين اللي بيخدموا في خيمة الرب أو في أو في, في هيكل الله ثم يقول الكتاب في في لويين إصحاح عشرة في القريبين مني أتقدس وأمام جميع الشعب أتمجد فإذا في العهد القديم هذا الارتباط كان ارتباط مع خدام الرب الكهنة واللويين اللي كانوا بيكهنوا اللي كانوا بيخدموا فالكهنة كانوا جماعة منفصلين يعني مقدسين مخصصين لخدمة الرب ممسوحين لهذه الخدمة بالدم وبالزيت حتى يستطيعوا أن يقوموا بهذه الخدمة وهذه الخدمة مميزة والشيء الجميل في العهد الجديد يقول عن الكتاب أصبحنا مملكة كهنة والرسول بطرس يقول يعني أما أنتم فجنس مختار كهنوت ملكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب ولاحظ هاي الدعوة دعوة مقدسة بالنعم مش بالأعمال وهي الدعوه التي دعيتم اليها هي مخصصه لكل واحد بيقترب الى الرب تعبير عن المحبه تعبير عن الانتماء وتعبير عن الولاء والطاعه الكامله للرب في القريبين مني اتقدس يقول الرب ثم احبائي الكتاب المقدس يقول الرب قريب الرب قريب لكل الذين يدعونه الذين يدعونه بالحق مزمور 145 والايه 18 قال الرسول بولس: افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس الرب قريب لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاه والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع احبائي الاقتراب هو عندما نقترب هو الاحساس بعدم الاستحقاق تعرفوا زي الفريسه والعشار الفريسي فاتي صلي كان متكبر وقال اللهم أشكرك أني لست مثل باقي الناس ولا مثل هذا العشار العشار مكتوب لم يشأ أن يرفع عينيه إلى فوق بل قرع على صدره علامات التوبة وقال اللهم ارحمني أنا الخاطئ هذا الإحساس بعدم الاستحقاق او عندما ادرك الابن الضال ان ما فعله ضد ابيه كانت جريمه شنيعه بشعه ولكن قال اخيرا خليني القي نفسي على النعمه على الرحمه عند الاب عند ابي اقوم واذهب الى ابي واقول يا ابي اخطات الى السماء وقدامك لست مستحق ان ادعى لك ابنا اجعلني اجعلني بس دخيلك يعني طعميني وكلني وشربني اجعلني كأحد اجراك ولكن الاب قبله وقبله واستقبله ورجع الى البنوه عندما نقترب احباء الله لا يحتقرنا الله لا يترك أي إنسان بيتقدم من كل قلب صادق وطاهر فهو لا يحتقر الإنسان ذبائح الله يروح روح منكسرة ولكن عندما نأتي إلى الله بإحساس عدم الاستحقاق عندها يهبنا الله الكرامة والقيمة والرفع أحبائي فإذا إن قيمتي هي في الرب وكرامتي هي في الرب والرب هو الذي يرفع واذا في اي انسان واذا في اي بشر تحاول ان ترفع نفسها الى الله لا تستطيع ان تصل فاذا تاتي الى الله من قلب طاهر اخذ مكالمه اخيره من جون من فلسطين اهلا وسهلا اخ جون إيه علي صوتك شوي يا اخ جون سلام ونعمه سلام سلام الرب يسوع معك انا سعيد كثير بالمشاركه والرب يبارككم على الخدمات حبيبي اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك ابونا تفضل انا حاب بس المداخله تكون انه يعني الرب اصلا يعني دعاء انا ل... يعني ل... لتوبه من من ارساله للرب يسوع المسيح و... وقدم نفسه على الصليب هي اكبر دعوه يعني من الرب للتوبه و... وانا بش... يعني بطبيعه الحال شخص عابر الرب يسوع المسيح هو اللي فعليا يعني حل علي في احد المواقع من خلالها انا امنت يعني فعلاقتي مع ال... يعني مع التوبه هي دائما يعني شبه أبدية دائما أنت معرض أنك تتوب وتكون في وئام مع الرب وفي حضرته يعني أمين أخ جون يعني فعلا مثل ما إذا أنت شاهدت الحلقة في البداية أنا ذكرت أنه لازم نيجي للرب عن طريق التوبة والاعتراف هذه التوبة مقرونة بالإيمان الايمان بالرب يسوع المسيح، والتوبه هي تغيير الفكر 180 درجة انا ارجع إلى الرب. الرب يباركك يا اخ جون وانا بتمنى إذا ممكن تتواصل معنا الأسبوع القادم فعلا بحب أسمع منك وأعرف كيف اقتربت وكيف اختبرت الرب ولأنه الوقت يعني أزف ويعني أمامنا يمكن أعتقد دقيقتين بس بحب أعطيك فرصة في الأسبوع القادم إنك تتواصل معنا فخليني أقول في الختام أحبائي إن الله هو عاوز يعطينا مما عنده لأنه عندما تقترب وتتعرف أكثر على الرب كل ما اقتربت كل ما عرفت الرب أكثر كلما أدركت كلما فهمت أكثر كلما اتشبهت بيسوع المسيح ودائما عاده الانسان يتشبه بالقائد هل القائد مثال لي طبعا كلنا جميعنا متفقون لا توجد شخصيه في كل التاريخ اعظم من المسيح وطبعا تستطيع ان تقرا العهد الجديد وتكتشف فالمسيح هو الكامل الوحيد اللي ما فيه اي خطيه بشهاده الاعداء قبل الاصدقاء فبمن اتشبه بالشخصية اللي عاش حياة التسامح حياة الكمال حياة بدون خطية لم يقتل لم يزني لم يتزوج طاهر كامل هذا هو يسوع المسيح اللي من نادي فيه ولكن برضو انت جاي أمام الرب مكتوب اتضعوا قدام الرب فيرفعكم لا تستطيع أن تأتي بكبرياء ولا برياء ولا باعمال صالحه ولا في بر ذاتي لا باعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس بالنعمه انتم مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم هو عطيه الله ليس من اعمال كي لا يفتخر احد لاننا عمله مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه قد سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها. نعم ان التقرب بيسوع او الى يسوع يجعلك ان تعمل اعمال يسوع، اعمال الخير والرحمه واعمال البر والقداسه والايمان، اعمال الصلاح، اعمال التي تثمر وتزهر في حياتنا. تعرفوا انه المسيح انك تقترب هو بكل بساطة تقول له يا رب انا عاوز اتوب انا عاوز ارجع لك سامحني على كل خطية انا بدعوك اليوم حتى تكون مخلصي ورب على حياتي ارحمني يا رب واقبلك كمخلص اذا صليت هذه الكلمات بحب اعرف منك لانه منحب نساعدك روحيا حتى تنمو تتعرف اكثر على يسوع المسيح اقترب ليسوع فيقترب اليك ربي يباركك